ومجموع لذات الملبوسات والمنكوحات والمسكونات والمشروبات من أول آدم آدمين مخلوق من عبين آدم إلى أن تقوم الساعة، لو اجتمعت كلها لواحد لكانت لذة مواصلة الرحمن فوقها ولذابت عندها ولم تكن ذرة، وهي من كنز لا إله إلا الله. ما أكثر في القائلين لها من لم يعثر على كنزها، ما أكثر في الحاملين لها من لم يأخذ جواهرها. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي أعظم الكلمات على الإطلاق، والعالم محتاج إليها، الناطقون بها محتاجون إلى تفهم حقائق معانيها والارتقاء بمراقيها والوصول إلى كنوزها التي لا ثمن لها ولا غاية لها ولا حد لعظمتها، وغير الناطقين بها محتاجون أن يقولوها. وبقولها مرة إذا قبلت فمات القائل عليها يحصل النجاة من الخلود من النار، ويكون المآل دخول الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين. فهل رأيتم مثل عظمة هذه الكلمة؟